في حوالي مش ذكاء مني ولا حاجة، لكن هنعمله في حوالي مثلا 32 ثانية، هياخد مساحة قد كده من السبورة. هننفذه، دي بقى انت وحضرتك بقى واستضافتك للكمبيوتر، اعتقد مثلا مش هيكمل نص دقيقة تنفيذه على الكمبيوتر 30 ثانية. انا عارف انك انت مش مصدقني، بس معلش انا يعني كلها مثلا 10 ساعات كورس ونوصل لتمرين التمرين ده. اوكي، دي حاجة، دي حاجة. الحاجة التانية، في ابلكيشن معينة مش هينفع تعمل بالكنترول، هعرف اعملها بالبي ال سي. في ابلكيشن عشان اعملها بالكنترول كنت بعمل كده بالبي ال سي، في يعني مثلا مثال، لو عايز اعمل لمبتين يعملوا فلاشر، عملته ولا لا؟ لمبتين يبدلوا مع بعض، ما علينا هننفذها اثناء الكورس. محتاج كام تايمر؟ لمبتين يعملوا فلاشر، نص ثانية ونص ثانية، ها؟ اثنين تايمر صح؟ بالبي ال سي من غير تايمرات خالص، عنده حاجة في البي ال سي اسمها اس ام 0.5 سبيشال ميركر، هو اتعمل جاهز شغلانته نعمل كده، هو شغلانته نعمل كده، بس يفتح ويقفل كل نص ثانية، في بيفتح ويقفل كل ثانية، كل ثانيتين، فاهم؟ في ابلكيشن عشان اعملها يعني تمرين مثلا زي تمرين اسانسير، الاسانسير ده حاجه تخض، خاصه لما يكون مثلا اربع خمس وقفات، اربع خمس ادوار، يعني دورين ده حاجه سهله، اكتر من كده بالموضوع صعب شويه. عمل لك حاجه في اسمها تيبل في البي ال سي، جدول، جوه الجدول دوت هو بيقسم وقفات الاسانسير ويعمل برنامج اسانسير كله، بيساعد بس معتمد على حضرتك برضه، لان هو مش هيعمل كل حاجه صح، في اسانسير، في حمايات، في اسانسير من غير حمايات، هو انت يعني انت اللي هتعمل كل حاجه، بس هو بيساعدك قوي في الكبرمجه. فدي فكره ليه البي ال سي. حاجه ثانيه في الكنترول اكيد حصلت معاك، شوف انت عملت الكورس في قد ايه؟ 3 اسابيع؟ 3 اسابيع، اكيد حصلت مع حد فيكم، في حد كان برنامج كان معلق واشتغل او كان شغال وعلق معاه؟ ما ينفعش تقول ما حصلتش، ده لازم تحصل، ده لازم حصلت. تمام، مين اشرف ده؟ مين باشمهندس اشرف؟ ماشي، حصلت معايا اهو، عندنا واحد شاهد اهو. في البي ال سي انا هضحك، ما تزعلش مني بس انا هضحك، لو قلت لي ان هو كان شغال وعلق او كان معلق واشتغل، ما ينفعش. اصل ده سوفت وير، السوفت وير ما بيعلقش. يعني في الكنترول لو واحد عدى بسرعه عمل ذبذبه في الهواء، هز السلكه، باد كونتاكت، فصلت، دي هتحصل، انا مصدقك لو قلت لي كان معلق واشتغل او كان شغال وعلق. كبي ال سي اشتغل النهارده، شغال بكره، بعد بكره، لغايه ما البي ال سي يتحرق وهو شغال. كلمه يهنج في البي ال سي كلمه مش صح، بس سيبنا اقنعك بيها، هقنعك يعني حصل ان هو عمل مشكله، عمل مشكله، بس يهنج لا. حتى يعني في المصنع يقول لك البي ال سي هنج واعمل له ريستارت، مفيش حاجه اسمها ريستارت للبي ال سي. بس هقول لك ليه لما نعمل ريستارت تتحل المشكله، مش الفكره في ريستارت، هقولها بسرعه ولو تهت مني هوضحها لك بعدين. كتير جدا اللي بياخدوا كورسات يقول لك لا البي ال سي بيهنج ويبوظ، وبنعمل له ريستارت ترجع زي ما كان يشتغل صح. كلامه يعني عمليا لكن اللي هو قاله مش صح، يعني عمليا اعمل ريستارت ارجع زي ما كان. هي الفكره في البرنامج، انا عامل في البرنامج كونديشن، مثلا خاصه البرامج اللي فيها شاشه، العامل عمال يعمل ايه؟ اغلبيه العمال هو مش عارف، بس هو مبسوط ان هو بيدخل قيمه، فبيبوظ الدنيا، ويوم ما تبوظ بيعمل ريستارت، رجع كل حاجه زي ما كانت. هي الفكره في البرنامج، انا عامل في البرنامج حاجه اسمها اس ام 0.1 سبيشال ميركر، بيبعت اشاره اول ما البي ال سي يشتغل، يروح مرجع كل القيم لاصلها. فهو لما بيبوظ الدنيا ويروح عامل ريستارت، القيم بترجع لاصلها، مش عشان خاطر عامل ريستارت، عشان انا عامل حسابي في البرنامج ان لما النور يقطع ويرجع عن البي ال سي ويرجع له ثاني، يروح مرجع القيم كلها ايه؟ زي ما كانت. فهي الفكره في البرنامج، لو انا ما عملتش الكونديشن ده في البرنامج، هو دايما ريستارت للصبح، مش هيفضل زي ما هو، المشاكل هي اهي. بالعكس، ده البي ال سي اتعمل عشان يخزن القيم، فالقيم الغلط تفضل موجوده، بس عشان احنا عملنا جزء في البرنامج بيقول له رجع القيم القديمه تاني، بيرجعها تاني، تمام. فكلمه ريستارت في البي ال سي مش موجوده. البي ال سي بيبوظ، بيبوظ يعني، ما كانش هيتباع، بس البي ال سي اتعمل عشان يقعد كتير، مش هيتعمل، اتعمل عشان يقعد في درجه مثلا تعدي 60 درجه مئويه، تقل عن ناقص 40 درجه مئويه، اتعمل في جو فيه رطوبه 70%، يشتغل في الاجواء دي. بيبوظ، بيبوظ يعني، في ناس بتحط البي ال سي بصراحه يعني ناقص يحطوه في جردل الزباله، يعني في المصنع حديده صلب ودرجه حراره انت مش مستحملها والدنيا بهدله وناس عندها بتخبط فيه وموجود، اكيد مش هيقعد كتير. البي ال سي رغم انه اتعمل عشان يعيش، بس اتعمل عشان يحط في مكان يعني ايه ليه بيه من الاخر، دولاب ولو في مروحه ولو في تكييف يبقى خيره وبركه. مصنع ايتال سيمنت مثلا بتاع الاسمنت، حاطين اجهزه البي ال سي في اوضه قد المعمل ده مثلا بتاع 6 7 مرات، مصنع كبير جدا يعني، حاطين لها تكافات، مش حاطين للعمال تكافات بس حاطينها للبي ال سي، لان هو يفرق معايا، ده لو واقف المصنع كله واقف. اوكي، نقطه ثانيه، البي ال سي، في بي ال سي طبعا يفرق عن بي ال سي، يعني مثلا البي ال سي اس 7200 ممكن تحصل في مشاكل يقف، يعمل ستوب يقف، مع ان المصنع جرى له ايه؟ وقف. في مصانع ما ينفعش يقف ولا نص ثانيه، مش عشان خاطر خساره فلوس، هي طبعا خساره فلوس تفرق معاه. السبب الثاني، في مصانع مثلا افران، لو وقف الفرن المنتج اللي جرى له ايه؟ اللي جواه جرى له ايه؟ باظ صح؟
ففي مصانع ما ينفعش البي ال سي يقف فيها، فبيتحط فيها بي ال سي بيعمل ابلكيشن اعلى. عشان كده كان في حد سال في اول الكورس ليه في اس 7200 و300 و400، يعني سيمنز بتضرب نفسها بنفسها؟ لا، ال 300 فيه امكانيات ان هو حتى لو حصل عطل في البي ال سي يفضل مكمل ما يوقفش. اوكي، عشان كده عمرك ما هتلاقي مصنع حديد وصلب او مصنع اسمنت معمول بالاس 7200. انا مش بقلل من انتر اس 7200، ما كناش درسناه في المعهد هنا، بس ده ليه ابلكيشن بتاعته. لكن مصنع حاجه ما ينفعش تقف، حاجه العطل فيها يبقى موجود اه، لكن المصنع ما يقفش، ساعتها بنعوز الاس 7300 او 400 او ماركات تانية غير سيمنز مثلا. الموديلات اللي موجوده في المعمل هنا اللي هنتكلم عنها اثناء الكورس، سي بي يو اسمها سي بي يو 224، ده الموديل اللي هنشتغل عليه اللي هي موجوده حواليكم في المعمل هنا. وفي سي بي يو ثانيه اللي هي 214 اللي هي الاقدم منها شويه. اقدم مش معناها اوحش، لان هي في مصانع شغاله لغايه النهارده بالبي ال سي، اذا كان في مصانع شغاله بالكنترول مش هتشتغل بالبي ال سي القديم، كنترول اقدم من البي ال سي. فاقدم مش معناها ان هي اقل في الامكانيات، ممكن تفرق في حاجه، ممكن تفرق في حاجه، يا اما ما كانوش نزلوا الجديده وما كانوش عارفوا يبيعوها، بس مش معناها ان هي ده هيعمل برنامج ده مش عارف يعملها. المبدا اللي لازم تعرفه، الفكره في حضرتك مش في البي ال سي. يعني انا ممكن اجيب واحد اعيده على احدث جهاز بي ال سي ما يعملش حاجه، واحد يقعد على اول جهاز بي ال سي مثلا من نزل من جنرال موتورز من حوالي 50 سنه ويعمل عليه اللي هو عايزه. فهمني؟ فالفكره برضو غير انها في البي ال سي، الفكره في حضرتك. عامه الفروقات ما بين جهاز بي ال سي والتاني بيكون في الاربع حاجات دول. الحجم بيتغير. الحجم بيتغير، معلش يا الصوره ما كانتش موضحه الحجم، بس لو بصيت للواقع اللي موجود في المعمل ورا او الموجود هنا مثلا، ده البي ال سي القديم. ده الحجم بتاعه، يعتبر كده البي ال سي، ده احنا تجهيز احنا عاملينها له. ده البي ال سي القديم. ده البي ال سي الجديد اصغر منه تقريبا حوالي نص الحجم. فدي نقطه. فالحجم اتغير، بس هي مش بيتباع على اساس الحجم، لان عمري ما هقول ده احسن عشان حجمه اصغر، لا. ليه؟ لان ممكن بكره ينزلوا جهاز بي ال سي فيه عدد انبوت واوتبوت اكتر، فغصب عنهم هيعملوا ايه في الحجم؟ هيكبروه، تمام؟ هي الفكره ان الاثنين بنفس عدد الاي اوز، نفس عدد الانبوت ونفس عدد الاوتبوت، فالحجم بقى ايه؟ اصغر. الحاجه الثانيه التكنولوجي بتتغير، يعني ايه التكنولوجي بتتغير؟ واحنا شغالين، بس دي حاجه ما توقفناش خالص على فكره، يعني واحنا شغالين مثلا، هقول للاسف معلش الناس اللي بتجرب، مفيش التايمر الاوف ديلي في السي بي يو القديمه. في ناس هتزعل يقول لك غير السي بي يو، هات برنامج محتاج سي بي يو، محتاج سوري تايمر اوف ديلي، وانا هعمله لك من غير تايمر اوف ديلي. هي الفكره فينا احنا، احنا اللي هنخترع بالبي ال سي. يعني في الكنترول ما ينفعش يكون مثلا برنامج عايز اعمله تايمر اوف ديلي وتقول لي لا هعمله اون ديلي، مش هينفع، اصل ده ليه ابلكيشن، ده ليه ابلكيشن. لكن بالبي ال سي بالتايمر الاون ديلي وبحبه تحابيش بقى، هو حاططها لنا بقى بوزيتيف ايدج ونيجاتيف ايدج وشيفت وروتيت، حاجات اللي هي ما كانتش موجوده في الكنترول. هخلي الاوف ديلي يبقى عامل زي الاون ديلي، يبقى زي الاوف ديلي او العكس. اوكي، دي نوت. فدي التكنولوجي اللي هتفرق. هنعرف مثلا الكاونتر الداون مش موجود في السي بي يو القديمه، لكن موجود في السي بي يو الجديده. عامه عشان اثبت لك ان هي مش فروقات جوهريه قوي، مثلا الكاونتر الاب بيعمل ايه؟ يعد 1 2 3 4 5. الكاونتر الداون بيعمل ايه؟ 5. فرقت في حاجه؟ هي كده انت بتعد عداد، بتعد عدد الازاز اللي جوه الكرتونه، عدتهم من 1 ل 12 زي ما تعدهم من 12 ل 1، مش فارقه كتير. اوكي، السوفت وير اتغير. طبيعي ان لو غير التكنولوجي بتاعته، يعني في القديم ما كانش فيه التايمر الاوف ديلي، فما كانش فيه في السوفت وير رسمه التايمر الاوف ديلي. في السي بي يو الجديد عشان حط الكاونتر الداون او التايمر الاوف ديلي، فراح رسم له ايقونه بقت موجوده في السوفت وير، فالسوفت وير بيتغير. بس عامة عشان ما تتلخبطوش، احنا منزلين كل السوفت وير الجديد على كل الاجهزة. منزلين كل السوفت وير الجديد على كل الاجهزة. طب في نقطة هنا سؤال. السوفت وير الجديد في رسمة الكاونتر الداون. ده ما فيهوش الكاونتر الداون. لو جيت استخدمه هيقول لي ايه؟ هو الفكرة في السوفت وير والفكرة بقى في البي ال سي كبي ال سي. لما اجي احطه يقول لي لا، يقول لي انا ما فهمش، ما عنديش حاجة بالاسم ده. يعني ارسمه في البرنامج اه. تيجي تبعته له يقول لك لا، يقول لك اتس نوت سبورتد باي ذا بي ال سي. يعني البي ال سي مش مستحمل حاجه اسمها كاونتر داون، ما يعرفش، ما حدش عرفه عنه اي حاجه، فما رضاش يقبل. الكيبلز، الكابلات بتختلف. يعني الكيبلز اللي بستخدمها في البي ال سي هم بيسموها برضو تيرمينال، طرف كيبل او تيرمينال. الكيبل فكرته ايه؟ انا عندي جهاز بي ال سي عايز اربط ما بين البي ال سي ما بين الكمبيوتر. في كيبل بيخرج من هنا بيروح على اي بريفيرك في الكمبيوتر، يو اس بي او كوم حسب نوع. لو لاب اكيد هيبقى يو اس بي، لان اللابات خلاص ما بقاش ينزل فيها سيريال. لو جهاز قديم شويه هيبقى فيه سيريال، ما كانش اليو اس بي موجود. عامه سيمنز مثلا كجهاز بي ال سي عامل كابل يشتغل مع اليو اس بي وكابل يشتغل مع السيريال. الكيبل فكرته ايه؟ انا عايز اربط ما بين الكمبيوتر وما بين البي ال سي. طب هربط ما بينهم ليه؟ اقل حاجه عشان ابعت برنامج انا برسم على ايه؟
على الكمبيوتر، عايز ابعت البرنامج من الكمبيوتر للبي ال سي، او في حاجه عايز اسحب البرنامج من البي ال سي للكمبيوتر. ده اكتر استخدامين للكابل، اكتر استخدامين للكيبل بتاع البي ال سي، هو ان انا ابعت برنامج داونلود او اسحب برنامج ابلود. ليه استخدامات تانيه اه، بس مش واقعيه قوي. يعني مثلا وانا شغال عايز ادخل العب في حاجه على الميموري بسرعه، اه محتاج الكابل، ان انا بستخدم الكمبيوتر وبغير في حاجه في البي ال سي. اوكي، بس مش معقوله في المصنع 24 ساعه قاعدين واحد بيلعب في الميموري، لا دي في حاله العطل داخل عمل حاجه، صح؟ لان المفروض بقى لو هو يهمه موضوع الميموري ساعتها بيشتري ايه؟ شاشه، يبقى 24 ساعه متوصله ويستخدمها براحته، ويحط عليها باسورد عشان محدش يبقى في حاجه معينه يبوظها وهكذا. تمام؟ فدي دي نقطه بتاع الكيبلز. الكيبلز بتفرق من سي بي يو لسي بي يو. يعني مثلا السي بيات القديمه اللي هي 212 214 215 216 دي كانت شغاله بكابل معين. ال 222 224 225 226 شغالين بكابل معين. اوكي، الكيبلز دي بتفرق كمان في سرعات. يعني السي بيات القديمه كانت شغاله بسرعه قليله اللي هي 9.6 9.6 كيلو بيت بير سكند. الكابلات الاحدث شويه بتاعت السي بيات الاحدث شغاله ب 19.2 كيلو بيت بير سكند. معناها ايه الكلام دوت؟ لو انا عملت برنامج جهاز بي ال سي مثلا، لو حد فيكم اشتغل قبل كده على الوورد، كتب حاجه على الوورد يعني اللي هو برنامج الكتابه، وسيفه وجاء عمل كليك مين بروبرتيز، فتح الحاجه اللي هو سايفها شاف حجمها قد ايه، هتلاقي حجم الوورد ايه؟ قليل جدا بكيلو بايت، حاجه يعني لا تذكر. يعني لو مثلا فتحت برنامج وورد ودوست على الكيبورد لمده 4 ايام لا يمكن يوصل لواحد ميجا، لا يمكن، استحاله، الا لو حطيت صور يعني. طيب تخيل بقى ان برنامج البي ال سي مش بالكيلو بايت، ده بالكيلو بيت. البيت اصغر من البايت، البيت يعتبر 1/8 من البايت. يعني معناه ان برنامج البي ال سي اقل 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 بكتير جدا من الكتابه على الوورد. يعني اولا ما عنديش مشكله في الميموري، عشان بس لما نيجي نتكلم عن الميموري هنلاقي الميموري يقول لك 16 كيلو بيت، الناس هتتخض يقول لك 16 كيلو بيت دي ما حدش عليها حتى، يعني لو جيت اسجل كلمه الو مش هتكفي. تمام؟ لان حجم الميموري بتاع برنامج البي ال سي قليل كده كده، فما فيش مشكله في الميموري نفسها. الحاجه الثانيه معناها ايه 9.6 كيلو بيت بير سكند؟ لو انا عامل برنامج حوالي مثلا جيت اشوف حجمه قد ايه، طلع 10 كيلو بيت، يبقى هقدر ابعته على البي ال سي في حوالي قد ايه؟ دي معناها 9.6 يقدر ينقل 9.6 كيلو بيت في خلال ثانيه واحده. يبقى لو انا جبت الكابل الثاني والبرنامج حوالي 10 كيلو بيت اقدر انقله في حوالي قد ايه؟ حوالي نص ثانيه. تمام؟ فدي فكره الكابل. موضوع الكابل مش مهم قوي، يعني ممكن مش هينفع اسالك اقول لك انهي افضل، لان انا عارف ده بالنسبه لك يمكن افضل، بس في الحقيقه انت جاي بتستخدم الكابل ايه؟ مره، بعت البرنامج خلاص، طلع فيه غلطه بعته ثاني مثلا، هتعدل حاجه بتستخدمه كم مره في اليوم؟ مرتين ثلاثه يعني. ومش بلاش كلمه في اليوم، لان في اليوم دي مالهاش معنى، لان في الحقيقه وانس ان انت عملت داونلود واشتغل في المصنع خلاص باخد الكابل وامشي. حتى يعني ما فيش واحد بيشتري جهاز البي ال سي ويشتري الكابل معاه، لان هو ما بيستخدموش، بيأجره او بيخلي حد يعني يعمل له الشغلانه دي. اتفضل. الكابل سرعات، في كابلات بتشتغل كذا سرعه، وفي كابل بس بالسرعه دي، وكابل بس للسرعه دي. اوكي تمام. بعد كده في كابل طبعا للموديلات تانية، يعني سيمنز مش منزله بس الاس 7200، منزله الاس 7300 و400. في الاس 7300 و400 الكابل شغال بسرعه 187.5 كيلو بيت بير سكند. دي اه المفروض نقف عندها دي، يعني دي بصراحه يعني اللي منكم هيشتغل على الاس 7300 هتعملوا كورس اس 7300 هتحسوا، لو رجعت تشتغل تاني على 200 مش هيبقى عندك خلق تشتغل على 200 تاني بصراحه. ليه؟ انت هنا لما تيجي تبعت برنامج بيقول لك ايه؟ حاضر انا ببعت البرنامج، البرنامج هيكون كبير شويه ببعته لك، فهياخد فيها حوالي مثلا 3 4 ثواني. في الاس 7300 و400 لما تيجي تدوس داونلود وتبعت البرنامج قبل ما تشيل ايديك من على الماوس هيكون هو بعت البرنامج. حتى هنا بيقول لك انا ببعت البرنامج، هنا اول ما يقول لك هيقول لك ايه؟ داونلود وسكسفلي كومبليتد، خلاص تم بحمد الله البرنامج اتبعت. اوكي مش هقول لك انا ببعت، لان هو سريع جدا اضعاف السرعه دي. سيمنز بعد كده عملت حاجه ثانيه، قالت لك عشان ما حدش يزعل مننا، عملت كابل يشتغل مع كل الموديلات، اللي هو الكابل ده. اللي هو كابل هو اسمه ام بي اي، ام بي اي، مالتي بوينت انترفيس، ام بي اي، يعني مع اي نقطه يشتغل مع اي نقطه، نقطه عند الاس 7200، نقطه مقصود بيها المكان اللي بيوصل فيه يعني. ام بي اي هو معروف ان هو دي خطين خضر.
الكابل دوت هو غالي لانه يعتبر بثمن جهاز البي ال سي نفسه، بس ميزته ده يعني ده مش هيشتريه واحد مثلا عنده مصنع، لا هيشتريه واحد شغال في المجال ده اللي هو بيطلع يعمل شغل في الاس 700 و300 و400، فبدل ما يجيب الكابل ده وده وده هو اوريدي بكيبل واحد يقدر يعمل كل الابلكيشن دي. فدي فكره الكيبلز بتاعت البي ال سي. الكيبلز ما ينفعش تتبدل، دي نقطه مهمه. يعني في كيبلز معينه لو جيت بدلتها هتلاقي كابل اتحرق، لو بدلت كابل مكان كابل هتلاقي بعض الكيبلز مش كله هتلاقي كابل اتحرقت. اوكي اي جهاز بي ال سي موجود في العالم ده مبدا، ده مش يخص المعهد هنا او يخص ماركه سيمنز او الموديل اللي هو السي بي يو 224 او 214، لا ده مبدا اساسي في اي جهاز بي ال سي في العالم. البي ال سي بيكون يا اما جواه باور سبلاي انترنال داخلي، يا اما بيكون الباور سبلاي بتاعه خارجي اللي هو التغذيه بتاعته. لو الباور سبلاي جوه هتلاقيه هو بيقول لك انا شغال ب 220 فولت، على فكره هو مش بيقول الصراحه لان ما ينفعش جهاز بي ال سي يكون شغال ب 220 فولت، بس هو عشان عارف ان جواه ايه باور سبلاي فبيقول لك اه انا شغال ب 220 فولت، بس هو مش 220 فولت لان هو عارف ان جواه باور سبلاي عشان كده قال الكلمه دي. النوع الثاني بيقول لك لا انا عايز ايه 24 فولت، فبضطر ان اشتري ايه باور سبلاي خارجي. تمام؟ فانواع البي ال سي اللي موجوده في السوق يا اما يكون هو شغال ب 24 فولت فهضطر اشتري له باور سبلاي زي كل الاجهزه في المعمل هنا، كل الترابيزات عليها باور سبلاي لان كل الاجهزه شغاله ب 24 فولت. تمام؟ السي بي ايات اللي شغاله ب 220 فولت هو مش ب 220، هو كده وكده لان في الحقيقه كده كده جواه برضه محول باور سبلاي، بس بوصل له ب 220 وهو هيتصرف مع نفسه بعدين. تمام؟ دي نقطه. بصراحه بقى الحقيقه يعني مفيش حاجه اسمها ولا 24 ولا 220، لان ما ينفعش اي بورده الكترونيك ولا اي جهاز الكترونيك يشتغل 24 فولت حتى ولا 220 هيتحرق. الكيس اللي عند حضرتك اللي كيس الكمبيوتر اللي بتاخد 220 فولت مش شغال 220 فولت، شغال ب 5 فولت، رينج 5 فولت. اي حاجه الكترونيك في العالم شغاله ب 5 فولت لوجيك بالظبط. طب سؤال، هو ليه ما خدش 5 فولت؟ يعني ليه قال لك عايز 220؟ يعني ليه اتفشخر وقال عايز 220 لما هي اصلا 5 فولت؟ هتعرف تجيب له 5 فولت؟ انا مش عارف اجيبها له. فهو قال لك عشان ما ابقاش خنيق واضايق الناس اللي بتعامل معاهم هات 220 وانا هعمل ايه؟ هنزلها. او هات 24 وانا هعمل ايه؟ انزلها. هو لما طلب 220 او طلب 24 عشان ده اللي موجود في السوق، انا في البيت عندي ما فيش غير 220 و24، ما عنديش حاجه ثالثه. في المصنع ما فيش غير دول زائد 380 طبعا، بس اكيد ما فيش جهاز بي ال سي ايه؟ في 12 بس ما فيش جهاز بي ال سي غير ب 12 عامه. سوري، في ماركات بيديك رينج من 12 ل 24 يعني ينفع. تمام؟ فدي نقطة يعني خليك فاكر عشان كمان شوية هقول لك مفاجأة إن مفيش ولا 24 ولا 220. هتقولي ليه؟ طب ليه طلبهم؟ لأن ده الواقع، ده اللي موجود حواليا، أنا هنا في المعمل مش هلاقي غير الاتنين دول. تمام. عامة سواء كان الباور سبلاي انترنال يعني جوه البي ال سي أو الباور سبلاي اكسترنال بره البي ال سي، دايما بيكون جوه البي ال سي في دايرة ريكتفاير. ريكتفاير عشان يتأكد إن الفولت إيه؟ 100% دي سي و100% 24 ده لو كان 24 مثلا. ليه؟ لان الباور سبلاي اللي بجيبه من بره البي ال سي ملوش دعوه، انا ممكن اجيب باور سبلاي معمول في بير السلم 8.2 جنيه ونص، هو ملوش دعوه. بس هو عشان حمايه يدافع عن نفسه او يحمي نفسه قال لك ايه؟ قال لك انا مليون الميه اي فولت هيجي لي كده كده هعمل ايه؟ هتاكد ان هو 24 ده لو المفروض يكون 24 واتاكد ان هو دي سي. تمام؟ الحاجه الثانيه في اي جهاز بي ال سي السي بي يو اللي هو السنترال بروسيسنج يونت اللي هو بالاخر مخ البي ال سي، مع ان خساره فيه كلمه مخ وهنعرف الكلام ده بالتفصيل بعدين. مخ البي ال سي عشان اثبت لك ان هو مش مخ ومش بيفكر، هم محفظينه كم معلومه اللي هي الاوبريشن سيستم نظام التشغيل. يعني هم قايلين له لما يكون مفتاحين توالي لازم الاثنين يقفلوا عشان يشغل، لما يكون المفتاح توازي ممكن تدوس على ده او ده عشان خاطر تشغل، لو في مفتاح ايقاف لما تفتح افصل، وهكذا محفظينه كم معلومه بيمشي عليهم. فدي فكره الاوبريشن سيستم، يبقى مخ البي ال سي عارف كم معلومه بيمشي عليهم. عشان اثبت لك ان الموضوع دوت يعني موضوع يهمه قوي قوي وممنوع الاقتراب والتصوير، عمل ايه؟ قال لك ممنوع اي حد يعدل في الاوبريشن سيستم. فراح خزن الاوبريشن سيستم على ميموري نوعها روم. هنعرف ان كلمه روم معناها ريد اونلي ميموري. يعني تتفرج اه، تعدل لا، للقراءه فقط. ريد اونلي ميموري يعني تشوفها. لكن تعدل فيها ممنوع. عشان كده يا اما لو واحد عامل في المصنع ما خدش القبض بتاعه اخر الشهر يروح داخل على الروم ويقول للبي ال سي على فكره من بكره الصبح هيبقى التوالي توازي والتوازي توالي ويبوظ له الدنيا.